ayı. Söyle ayı neredesin? قولي أي يابا احنا عم شوي عم طبيب قولي شكو تطيح بالعاني طب هي معافاش مسكينة بلا غد بشي تدق البرا غنضربك يلا هيدا هيدا كان رجعت لكم خشيت بس داك الشيء اللي كان قدامي والله جا مخربقه الالوان وصافي حتى هي بغات تبان عاد ثانيه المهم لا لا ما تخصيش شعري يلا جمعتها بنتي المهم رويا ما شاء الله كملت عام دابا عام ونص كملت عام ونص وعندها البرا عندها البرا في صالون قوجاغي في ديال الدوله فغادي نديوها صراحة غادي تبدا تبكي وتبقى فيا مسكينه ما عرفاش دابا هي على بالها غادي نمشيو للبارك غادي نمشيو نلعبو كبيده ديالي كبيده اباني سي فيرموس ناني مشكله يا ريت كل كان جا زوين من عند الطبيبه نديوها تلعب شويه في الجرده وتخليها الشتا والبرد والهواء كلشي مجموع ياك بنتي البرد كاين البرد دم يلا بوسي ماما يلا نمشيو باش ما تعطوش يلا يلا باي باي تاي زلال سلامة خالتي سولي خالتي يلا خليكم على خير البنات عرفتوا راه الجمال تشوفوا هذا بق بق شو شو نايمة بو عباد بور دبار هذا ثلاث مع مطر شوفوا نازل ثلاث مع مع الشا دير البنات راه ما يمكنش عشان الريم مسكين يجيب لها مانطا عشان مزيان يجبنا لها مانطا حيت ما بغيتش نلبسها عاوتاني بزاف بزاف وتما غادي لها غير البرد دغيا نشوف حالاتنا نعم يا بنتي نعم نبقي ماما عمقي ندفي راسنا عمقي ريا ريا خايفة خايفة شوف الدب ريا باك بانا يا عمر باك نيفر دي سنه دكتور نيفر دي سنه بالون 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 يا المهم البنات خرجنا من عند الطبيبه وحنا دابا غاديين اختي الماركت غادي نتغداو ان شاء الله داكشي اللي خاص الغدا صراحه الغدا غادي يكون براتيك حيت فقنا بكري بزاف كنحس براسي عيانه ديال بصح علي قالك تشها بصله بصله مع البصله هكا المق شنو نقول لكم كيفاش نشرح لكم بصله هكا صوتي مع مع كفيته كتجي بحال الكفيته مشويه مع البصله كتجي فنه بنات كيحماق على عالي وحتى بالنسبه للنساء وقلت لكم البنات حتى بالنسبه للنساء اللي كيكونوا المرضعات اللي باقي كيرضعوا وليداتهم مزيانه لهم البصله بزاف بهالطريقه كتجي اول حاجه لذيذه ما كتكونش هذيك الحسيه ديال الحروره والله الا قار وطلش كيطيح طاني طاني هي كبير بيه ريا انت ما شاء الله غير باق باق فيا والله بنت كان باق باق قاريه غير غير من قزم اها ورضا قلت لك ما زكش ديك تشيك خار بيزا قالت سمعت علي كنا بغينا نمشيو للاونوضة ياك علي صاحبي مابقيناش غادي امي اللي راه جابتها قالت بقات في جيبنا قال لك 10000 ليره صافي مابقيناش غادي نمشيو للاونوضة حيت طاح هنايا الثلج عرفتي البنات الفرحة ديال الثلج ما يمكنش شوفوا ما شاء الله يلا يلا طيب جينا هنا باش ناخذ الكفته كطيح بالعاني باش يقول لا عطاها بالون
شوفوا البنات هذه ديجا كانوا عندي منهم اربعه. شوف لكم البنات ولاو طقم مع هادو ديال القهوه فغيمون جاو زوينين حتى هكا العاطي للعين. ما نمشي خصني نشرب القهوه ديالي. ويلي 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 همشي خصني نشرب القهوه ديالي دابا عاد كيضرني راسي. يلا نعس ترويا وحتي ان شاء الله نبدا ندير الغدا ونشارك معكم داكشي اللي تقديت. المهم البنات غتلقاوني كندوي معكم شويه حيت اختي ما كنلقاش الوقت فين ندير لكم مونتاج غير الا نعست بنتي. المهم البنات انا غادي ندير سكين كير اللي كندير كل صباح ملي كنعس بنتي. دائما انا كنعساني بوجهي حتى هي كنعس بنتي باش كيكون عندي الوقت الكافي نعطي لوجهي الوقت ديالو. ومن قبل ما نحطو لوجه نيتوايوك اول حاجه خصني نبللو الوجه. المهم هنايا وليت كنستعمل جي نيتوايون جديد حتى ان شاء الله تفوت واحد الشهر شهرين ونقول لكم عليه واش مزيان زعما ولا لا. واخا صراحه ديجا من هاد لا مارك عندي المرطبات ديالها الصراحه واعرين يعني. واكيد ملي كنغسل الوجه ديالنا ما خصناش نساو العنق ديالنا ايضا. صافي ملي كنطبطبو بالمنشف صافي البنات اول ايتاب التونر اللي هو الصراحه حاجه مهمه باش يستافد الوجه ديالنا من المرطبات اللي غادي نحطو. ثاني حاجه كنحطها الهيالورونيك اسيد وخصو يكون الوجه ديالنا مبلل خصو يكون فيه الماء البنات يكون مبلل شويه وكنتسناو حتى ينشف. وثاني حاجه البنات كنرطب هنايا لتحت العينين ديالي مزيان مزيان. وتايت حاجه البنات كنستعمل مرطب واستعملوا نتوما المرطب اللي يوالي من البشره ديالكم. هنا كنستعمل مرطب ديال فيتامين سي كيعطي واحد الاكله للوجه. ومن هنا الشيء اللي كان شي بقع ولا شي بقع ديال الحبوب ولا شي حاجه تحيد. وصافي البنات اخر حاجه ما نساوش نرطبوا الفم ديالنا وصافي هذا هو الروتين ديال خصكم نعيمه. المهم البنات هنايا خديت هاد الزبده ديال السوطاج صراحه زوينه وخديت هذا انا صح ما كيخطانيش عاد فيه الكالسيوم عالي بزاف كيعطي ثمن الرويه. غير نص كيلو ديال اللحم البنات باش ما يبقاش في الثلاجه داكشي اللي غادي نستعملو. خديت هنايا الحليب خديت قهوه وبعد مده طويله خديت هادو شهيتهم اختي ما عرفتش مالي اليوم شهيت السجق شهيت هادي صافي. هنايا خدا عاد البروكولي لي خد اصغر وحده حيت البنات كتخسر دغيا دغيا ما كتصبرش. خلاص انا خدا شويه ديال الخيار من هذا الصغير صراحه كيكون المذاق ديالو احسن. وخدا هنايا البصله عندهم بطاطا زوينه فلا من ناحيه الا طيبتيها مع المرقه ولا شي حاجه ولا سواء الا طيبتيها هكا القلي يعني ما شاء الله بغيت ندير بطاطا مقليه. المهم البنات صافي هادشي تقدينا ودابا غادي نطيب القهوه. راه دابا غنطيب الغدا دابا جوج ونص باش يلا نتغداو مع ديك التلاسه. الغدا صراحه ساهل اليوم كفيته غادي ندير مع البصله صوطي غادي هكا نحطها في المقله حتى تطيب مزيان على نار مهيله. وغادي ندير معها بطاطا مقليه. بالنسبه للرويه طبيعه الحال غادي ندير لها شويه ديال الرز مع كفته وصافي هادشي اللي كاين الكويس ديالي. المهم البنات انا غادي نوجد الكفته والصراحه فيما كنبغي ندير معكم شي فيديو كيكون البروغرام اختي ديال الغدا كيكون كفته. ما غبرت عليكم هاد 15 يوم فما كانش نقدر نهائيا نشارك معكم شي حاجه على وديت كنوضعها كشخصيه. فكل مره كيف ما قلت لكم البنات انا كندير حاجه مره كندير داكشي بالتنظيم مره حوس دجاج مره ما كنديرش كاع هادشي ديال اللحوم والانواع كامله كدير هكا كيكون بحال صيام كيكون غير خضاري باش الانسان يرتاح شي شويه. عاوتاني كفته اللحيمات وهكا غادا الانسان راه شحال ما دار صراحه ما كيشبعش. مره لي بات باش الواحد يرتاح كل نهار شنو كاين غير هو فين ما كندير معكم شي فيديو كيكون البروغرام ديال الكفته. شوفوا هذا المنظر الجميل شوفوا عشان البصله البنات واعره عرفتي غنخليها دابا تاخذ اللون كامله على بهذا الشكل. شوف تولي كامله دورة تكون تولي كامله ذهبيه عرفتي ما تشبعوش منها. المهم نقول لكم شنو درت ليها خليتها تطلق الماء ديالها وينشف الماء ديالها حطيت ليها مليحه حطيت ليها معلقه ديال السكر صغيره هاد الصغيره الا كانت اخرى احط منها غير نص. منين دابا غادي تحمر كامله غنحط لها شويه ديال الكمون غير شويه البنات وصافي الملح خلاص ها بزار. البزار حتى البزار حطوا له انا كنحطها حتى البزار نسيت ما قلتش لكم. المهم بقى لها والو ان شاء الله وطيب وهادشي اللي كاين كبيدات ديالي غنخليها دابا ونصب عليها. وهنايا الكفيتات ديالي دي حطاهم يطيبوا. هنايا بطاطا مقليه وهنايا حاطه الرز الرويا راه طاب شوفوا صافي هادشي اللي كاين الحمد لله.
دوري يلا فاقت اش ريت لاش اش ها هي بنتي يلا فاقت رويا يلا فاقت بنتي اوبا يلا رويا دانس كوميدة توحشتك المهم البنات هذا اختي هو الغدا ديالنا. المهم هنايا شوفوا البصله ما شاء الله عاد شو راه ما يمكنش المذاق ديالها هائل انا بعدا كنحماق عليها ومن غير هادشي مفيده كيف ما قلت لكم كتزيد الاضرار ديال الحليب. هنا البطاطا راه باقي النص ديالها كطيب ما كنحطهاش مره واحده باش ما تعجنش ليا. هنايا الرز ديال الرويا وكفيته ديالها كتعجب هاد الاكله بزاف بزاف. المهم هنايا الكفته كل واحد الكميه ديالو. المهم هنايا حطيت العالي هاد الطرشو هاد الفلفله حاره كتعجبو وصافي هادشي اللي كاين كبيدات ديالي. هذا هو الغدا ديالنا. ايوا البنات قبلوا علينا يلا خليتكم على خير دابا خصني نمشي ناكلو ما يمكنش ملي تكون شي ملي كتكون شي اكله كمشي هي كيجيك الهبري ديال الجوع. واكيد بلا شك كتعرفوا الروينة من بعد الغدا من بعد اي وجبه كيف ما كانت بغات تكون كتكون المطبخ كيكون كامل مرون ديال بصح. ضروري خص شي حد يعاوننا سورتو اللي عندها وليدات. فانا صراحه السر ديال الزواج شوف الزواج ماشي غير بالهضره الصراحه الا ما كانتش معاونه المسانده صراحه ما هي والو. هنا علي الحمد لله كيعاونني مثلا يا كيعاونني في المعناس يا بعض المرات كيشد لي الرويه باش ما بقاش تبرصطني. راكم شايفين معنا شوف حنا كنغسلو انا كنغسلو معاه هو كينشفو وما يبقاو مبرصطين مع الرويه. جبد 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 هنايا وزعما راه محيده كلشي الحاجات اللي خايفه انها يطيح عليها ولا شي حاجه الله يحفظ حيدتو داكشي كامل. ما عندي ما ندير لا بالديكورات لا بوالو حتى كبر ان شاء الله. وراك الديكورات راك بدلي هذه وهذه اما حاليا هي باقا صغيره وفتقتو في هاد لاج ديالها فعزيز على التحرك بزاف. فهادشي اللي كاين كبيرات ديالي ماما انا يجينا نجمعو المعينات انا عزيز عليا ديريكتومون ناكل ديك الساعه خصني نجمع المعان قبل ما نجلس. ونجلس مره واحده البنات نشرب القهوه ديالنا الثانيه راكم عارفين مع الشوفاج ما يمكنش البنات راه كيجينا النعاس نموت ديال الناس. وصافي ضحكاتني هنا المشي ديال علي والرويا علي راه بدار مع رويا على رويا زكاي وكتموت على داك الطوشان على داك الارنب ديالها فين ما تمشي تهزو. علي جابك الله راه غادي نحط الماكينه. عندك شي حاجه تحط في الماكينه؟ ها عندك شي حاجه تحط في الماكينه؟ ها والله شويه من غير ديال خرج بوحدو صافي ولا يلا اذا كان واحد هو كده اصلا غادي نخدم ماكينه اخرى. عادي تخلص الشمس والله شي صافي. هنايا خدمت الماكينه واحد ساعه تقريبا 56 دقيقه وغادي تساني. وهنا جمعت المعنس كاملين غادي ندير لنا كاس ديال القهوه راه ما يمكنش البنات كيجينا النعاس بزاف عرفتي مع الدار سخونه والجو برا بارد بزاف عرفتي راه البروده ديال بصح. المهم ديك ديال الصابون خويتها في الاخرى حيت هي اللي كتجي قد ديك اللعيبه اللي كنحط فيها الصابون. وهذه ديك الصابون اللي شاط ما بغاش ينزل غادي نعديو بها اليمات ومن بعد نلوحو ديك القرعه وصافي. هادشي اللي كاين كبيدات ديالي وهنايا رويا كنحطها في الكرسي اختي ملي كندير الشغلات ديالي حيت راه ما يمكنش رويا زكاي رويا ما تشعلش الماكينه رويا ما تحليش الثلاجه رويا ما تسديش الباب عندك رويا. فالحل هو هاد الكرسي كنعطيها دابا ياغورت ديالها ياغورت طبيعي بحال ديال الدار مسوس يعني وصافي كلاتو دابا يلا كنعطي لها الصراحه من بعد الاكل من ساعه ساعه ما بقيتش كنعطيه لها ديريكت حيت ما كتبغيش تاكل ليا على الاقل وقت الوقيت اللي كتفوت وقيت اللي كنعطيها يعني من بعد الماكله بنص ساعه على الاقل واخا صحه كتمحلني يا فندم ياب. ايوا صافي اختي بلا ما نقول لكم قصتي انا مع الطويان ديال الحوايج والتصبين عرفتي اكثر حاجه كنكرهها هو مطوي الحويجات. ايوا هادشي اللي كاين البنات وصلنا للاخر ديال الفيديو كنتمنى يا ربي الفيديو يكون خفيف على قلبكم ويكون عجبكم. المهم حاولت ما امكن من كل حاجه نشارك معكم النهار ديالي تقريبا شنو درت فيه كامل. ايوا انايا الخوين زري كتبغي تهي اسمها في الفيديو. يلا خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.